اوكي تمام. حد تاني عنده اي باك جراوند عن البيزنس بلان او البيزنس موديل كانفاس او اي حاجه تخص حتى الفيزيبيليتي ستادي او اي حاجه؟ هو البيزنس بلان من يعني من وجهة نظري دي اللي هي بتبقى بعد خطوة دراسة الجدول، جدوى صح؟ تمام، ايوه، بتبقى بعد تمام. الخطوة اللي بعدها بتبقى الخطوة دي اللي هي مثلا بنعمل اول ماركت ريسيرش سريع وبنكتب سامري عن البيزنس ده، بعد كده بنبتدي نعمل بنحط الاوبجيكتيف بتاعنا، وبعد كده بنعمل اناليسيس لكل حاجه في البيزنس، لوكيشن والبرايس والبرودكت والكلام ده كله، وبعد كده بنبتدي نعمل مثلا الورك فلو ديزاين او العمليه بتتم ازاي او كده، وبعد اللي هو كده الجروب بتاع الاكشن بلاي. ده الاكشن بلان. يعني انت بتظبط بعد كده، قصدك اقول لك ان انت بتظبط بعد كده الاكشن بلاين على حسب البلاين اللي انت اشتغلت عليه. الماركتنج ميكس بحط مثلا ست فيوتشرز اللي هم الاساسيين، وبعد كده ببتدي ان انا اشوف الست فيوتشرز دول في السوق عاملين ازاي وعندي عاملين ازاي، وابتدي اعمل الميكس ما بينهم. هو بص، هو البوينت اللي انت قلتها دي تمام، بس هي محتاجه تترتب اكتر. يعني الاكشن في قبليه مودلز كده بنشتغلها من ضمنها الماركتنج ميكس عشان نقدر ان احنا نعمل اكشن في الاخر، او ان احنا نقدر نحدد الديتيلز بتاعت الـ او من ضمن الديتيلز بتاعت البيزنس بلان. تمام. ايه تاني، او مين تاني اشتغل على بيزنس بلان او بيزنس مودل قبل كده، او حتى ما اشتغلش، عنده باك جراوند، سمع عنها، قرأ عنها، شاف فيديو؟ اوكي تمام. خليني اشير معاكم. تمام. انتوا كده شايفين الـ شايفين الـ شايفين السكرين دي صح؟ تمام. اوكي تمام. تمام. خليني كده ايه اشير معاكم السكرين دي، ونبتدي ان احنا ايه نشتغل على اجزاء محدده. تمام. ونبتدي نشوف ايه البيزنس بلان بتفاصيلها، نشتغل عليها ازاي، الحاجات اللي محتاجين ان احنا نخلي بالنا منها، اجزاء من ارض الواقع. خلينا كمان ممكن ناخد بروجكت من ضمن الناس اللي حاضره معانا لو حد هيكمل للاخر، ونعمل implementation او ناخد for examples على البروجكت بتاعه. تمام. فخلينا كده ايه ناخد الجزء بتاع البيزنس بلان الاول ونتكلم في التفاصيل بتاعته. بصوا، خلينا كده نتكلم الاول برضو قبل ما نخش في التفاصيل دي، نتكلم على اجزاء محدده، وهي الفرق ما بين البيزنس بلان وما بين البيزنس موديل كانفاس وما بين الفيزابيلتي ستادي او دراسه الجدوى. تمام. الثلاث حاجات دول مختلفين تماما عن بعض، مختلفين تماما عن بعض، كل واحدة ليها دور معين، وكل واحدة ليها التفاصيل بتاعتها والتمبل بتاعتها والدور اللي بتقضيه. يعني لو احنا مثلا بنتكلم عن فيزابيلتي ستادي او عن دراسة الجدوى، دراسة الجدوى هي معمولة او بنبتدي نعملها لو احنا بنشتغل على مشروع لسه بنستكشف أنحاء المشروع، وبنشوف هل المشروع ده ليه جدوى إن إحنا نشتغل عليه أصلاً أو لأ، وبيدخل في تفاصيل كبيرة جداً جداً في كل حاجة تخص المشروع، من بداية الفكرة خالص. أنا والله عندي فكرة مشروع، ببتدي أدرس الأجزاء بتاعت الفكرة بكل الديتيلز بتاعتها بكل التفاصيل، هل المشروع ده هيبقى مقبول أصلاً ك ك ك في الانفايرمنت اللي انا هشتغل عليها، وبالنسبه للكونتري اللي انا هعمل بوبليش فيها للبروجكت، استمراريه البروجكت، كل التفاصيل بتاعتها بتكون معموله علشان ابتدي اقدمها لجهات مختصه، او ان انا ابتدي اقدمها لفاوندر، حد المفروض هي انفست معايا فيها، او مثلا لهيئه مشروعات، او مثلا بنك هيديني تمويل وما الى ذلك. تمام. فبيقول لك والله انا محتاج فيزابيلتي ستادي،
طيب الابديت اللي حصل عليها او اللي المفروض نزل بعد كده نشتغل عليه او المفروض ان احنا نشتغل عليه حاليا، واللي هو بيكون ملم بكل التفاصيل بتاعه البروجكت، لكن هشتغل على البيزنس بلان وانا بعمل بلان للبيزنس اللي انا اكشلي متاكد ان هو هينفع في السوق، ان هو هينفع في السوق وهيشتغل معايا ومفيش عندي فيه اي مشكله، والمفروض ان هو قابل ان هو في السوق يشتغل عادي مفيش اي مشكله. تمام. طيب بعد كده يا ريت الناس اللي مش عامله ميوت تعمل ميوت عشان ايه الصوت. طيب الاجزاء اللي بعد كده المفروض ان احنا هنشتغل عليها او المفروض ان احنا هنتكلم فيها، الجزء بتاع البيزنس موديل كانفاس. البيزنس موديل كانفاس دي بتبقى عامله اختصار بسيط جدا، تمام، وفي نفس الوقت ملم للبروجكت دي كده. البيزنس موديل كانفاس، البيزنس موديل كانفاس يعني مثلا لو انت هتتكلم عن بروجكت او هتتكلم عن مشروع محتاج تستشير فيه حد، لازم بتدي له البيزنس موديل كانفاس. يعني مثلا لو انا مثلا جيت مثلا، ساعات في ناس بتبعت لي على الميل تقول لي والله احنا عندنا مشكله في موضوع البارتنر بتوعنا، مش عارفين نشتغل مع الناس اللي احنا بارتنر معانا، او ان احنا مش عارفين نقسم السوق بتاعنا مثلا. تمام. طب انت مش عارف تقسم السوق، والله انا بروجكت مثلا فرنتشر اساس ومش عارف اقسم السوق، طب انا مش هقدر اجاوب عليك ومش هقدر اقول لك اي اجابه ولا اقدر اقول لك اي تفاصيل غير لما اكون متاكد كويس جدا جدا من البيزنس بلان اللي انت شغال عليها. طب انت عشان تبعتها لي مثلا وابتدي اشوفها او اخد بالي منها او اقول لك اه ده دي تمام مظبوطه هتنفع او مش مظبوطه، او تبتدي تشتغل على الكاستمر ازاي وتشوف المنافسين بتوعك والقصص دي، ما اقدرش اقول لك الكلام ده غير لما اشوف حاجه، اشوف البيزنس بتاعك رايح فين، انت بتعمل ايه اصلا، طب التشانلز اللي انت شغال عليها، طب الاستراكشر بتاعك انت اصلا معاك بادجت ولا لا عشان اقول لك تحل ازاي. فلازم انا اكون عارف تفاصيل، فعشان اعرف تفاصيل مش هقدر اعرفها، مش هقدر اعرفها. تمام. تمام. بص، هي دي مش بزنس بلان يا منى، يعني خلينا ناخد ايه التفاصيل دي. مش بزنس بلان، دي اسمها بزنس موديل كانفاس، اسمها بزنس موديل كانفاس. تمام. ديت اسمها بزنس بلان اللي هي فيها كل التفاصيل اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي، واحنا قلنا الفرق ما بين البزنس بلان او تعريفها والجزء بتاع البزنس موديل كانفاس. طيب دي البزنس موديل كانفاس بنقول ان احنا بنلم فيها الاختصارات ونشوف فيها احنا محتاجين نوصل معلومه عن ايه بالظبط. مثلا لو انا مثلا محتاج اسال حد استشيره في حاجه في البيزنس بتاعي، محتاج ان انا اعرف ان محتاج ان انا اعرف التفاصيل بتاعه البروجكت بتاعي، محتاج ان انا اوصلها لحد يديني استشاره زي ما قلنا، او ان انا اعرض البروجكت بتاعي بشكل سريع على مثلا رواد اعمال، او مثلا محتاج ان انا اوصل رسالتي بشكل سريع. فانا بشتغل على الجزء دي، بشتغل على البيزنس موديل كانفاس. طيب البزنس موديل ده بنشتغل عليه ازاي؟ تمام. اول ما ببدا اشتغل مع كلاينت او اول ما ببدا اشتغل مع عميل، هبتدي اشتغل مع ديستريبيوتر مثلا هيوزع لي، فانا بقول له والله ده البلان بتاعتي بتشتغل على الاجزاء دي، ببتدي اعمل البزنس موديل علشان اشتغل عليه. طب البزنس موديل دي بتتعمل امتى؟ بتتعمل بعد البزنس بلان. يعني انت عملت البزنس بلان، بتبتدي تحط الحاجات اللي في البزنس بلان في البيزنس موديل كانفاس علشان تقدر ان انت تشتغل عليها بشكل سريع وتقدر انت تملاها وتبقى فاهم كل كلمه مكتوبه فيها وتحط فيها الاختصارات. يعني مثلا لما اجي اقول لك مثلا كاستمر سيجمنتيشنز او الـ زي ما بيتقال كده بالعربي التفاصيل بتاعت العملاء بتوعك بس متقسمه سيجمنتيشن او بالتارجت مين، تمام، او قبل جزء التارجت سيجمنتيشن وتارجت بوزيشن، انت العملاء بتوعك مين. تمام. طب ما انت عشان تعرف العملاء بتوعك لازم تكون عامل بزنس بلان عشان تعرف انت هتستهدف مين. فمن خلال البزنس موديل كانفاس بتشتغل على التفاصيل اللي انت عملتها في البزنس بلان. تمام. يبقى ده كده الفرق ما بين الفيزابيلتي ستادي والجزء بتاع البزنس بلان والجزء بتاع
البيزنس موديل كانفاس. يبقى احنا قلنا ده جزء هتشتغل عليه الاول وكبزنس بلان، وبعد كده بتبتدي تشتغل على الجزء بتاع البيزنس موديل كانفاس. طيب الاجزاء دي كلها لما تيجي تشتغل عليها لازم تخلي بالك من نقط معينه وتملاها بشكل واضح وتملاها بشكل صريح. ممكن بقى ناخد الجزء بتاع البيزنس موديل كانفاس دي بس بعد ما نخلص الجزء بتاع البيزنس بلان. تمام. طيب حد كده عنده مشكله او عنده سؤال في الجزء الفرق ما بين هنا وما بين هنا، ما بين البيزنس بلان وما بين الفيزابيلتي ستادي والبيزنس موديل كانفاس، عشان نبقى فاهمين بس الفروقات بشكل كويس ما بين دي ودي ودي؟ هو احنا الاول كده هنعمل البيزنس موديل ولا البيزنس بلان؟ احنا كده هنشتغل على البيزنس موديل ومن لا الديتيلز. يعني مبدئيا كده، يعني انا معايا بروجكت تمام، فالاول انا هنفذ بيزنس بلان ولا بيزنس موديل؟ لا، بتنفذ البيزنس بلان الاول. عشان هي تبقى ملمة اكتر بين الموضوع كله يعني. واللي انت عملته في البيزنس بلان وبكل التفاصيل هتلمه بشكل مبسط في البيزنس موديل كانفاس. تمام. طب لو انا في مستثمر هقدم له بيزنس بلان ولا بيزنس موديل ولا ايه؟ بتقدم له البيزنس موديل لو انت على حسب بقى التايم بتاعك، يعني مثلا انت هتبعتها له مثلا على الميل والمفروض انت متفق معاه على ديل ان هو هيحكم على البروجكت وهينفست فيه ولا لا، بتبعت له البيزنس بلان بتاعتك. ممكن تبعت له معاه البيزنس موديل علشان لو هو ما لحقش يقرا البيزنس بلان بتاعتك يبقى عنده حاجه ملمه بالبيزنس، عارف التفاصيل. ده هيتارجت كذا، الكاستمر بتاعه الريليشن شيب بتاعه هيوزع في المناطق دي والريسورس بتاعته هيجيبها من كذا، فخلاص هيفهم البروجكت بشكل سريع. تمام. تمام. زي مثلا كده ما بيقول لك ايه، اشرح البروجكت بتاعك مثلا في 10 مينتس عشان كبرزنتيشن. تمام. طب انت هتقدر تشرح البيزنس بلان؟ مش هتقدر تشرح، فانت لازم يكون معاك المفاتيح الاساسيه، ودول 9 مفاتيح اساسيين تقدر تبرزنت بيهم البروجكت بتاعك بشكل سريع وفي نفس الوقت فيها الحاجات الاساسيه. تمام. وصلت كده الفكره؟ تمام، وصلتني. شكرا تمام. طيب ده كده الفرق ما بين ايه استاذ الاساسي. محمود، معلش كنت عايز اسال على حاجه. اسال. انا كده فهمت الفرق ما بين البيزنس موديل كانفاس والبيزنس بلان، بس انا كنت سمعت عن حاجه بيسموها الايديا ايفالويشن، اللي هي حتى بتكون الاي دي ايفالويشن. انها حتى بتكون قبل البيزنس موديل كانفاس. يعني انا قبل كده يمكن تواصلت مع حد من المستثمرين يعني، وكنت عايز اعرض عليه فكره، وهو طلب مني. انا كنت فاكر ان انا لازم اعرض عليه بزنس موديل كانفاس واقول له ان هنا هيبقى الكور تمام. فاليوز والريفينيو ستريم وهكذا، لكن هو طلب مني حاجه كانت يعني انا كنت اول مره اسمعها، اللي هي الايديا ايفالويشن. اوكي، بص، فلو ممكن اتفضل. تلاقي حد تاني خالص بقى، مش انا او هو او اي حد تاني، لما انت تيجي تكلمه يقول لك والله انا محتاج نيد اسسمنت. تمام. دي حاجه تالته خالص. تمام. كل مستثمر بيكون عنده اوبجكتيف معينه محتاج يشوفها عشان ينفست في البروجكت ده ولا لا. كل مستثمر بيكون عنده نقط معينه او عواميد معينه هي اللي محتاج يتاكد منها ان هي تمام ومظبوطه عشان يقدر يشتغل على البروجكت ده. ده بيتوقف على محاور مختلفه. اولا الكونتري اللي انت هتنفست فيها. تمام. في دول مش كل الافكار تنفع فيها، فبيقول لك والله انا محتاج ان مثلا ان انت تديني الايديا مثلا ايفالويشن علشان يقدر يشوف قيمه الفكره نفسها. ممكن مثلا لو انت هتستثمر مثلا في دوله في ارض خصبه، او مثلا هتستثمر مثلا في دبي، في دوله دبي فيها مشروع هتعمله هناك، فممكن مش هيقول لك الايديا ايفالويشن، ممكن يقول لك هات بزنس بلان. فبيبقى على حسب هو في نقطه معينه محتاج يبقى هو تراست من ناحيتها، فبيقول لك هات الموديل اللي تنفع معاه. المودلز كتير جدا. تمام. الموديل دي المقصود بيها التمبلت او الحاجات الورقيه اللي تقدر تثبت صحه الكلام ده او تقدر تبرزنت بيها الكلام ده. في زي ما قلت لك البيزنس موديل، في النيد اسسمنت، في الايدي ايفالويشن، في حاجات كتير. تمام. فبيبقى على حسب هو محتاج ايه دلوقتي. تمام. ممكن تروح لحد تاني في نفس الوقت يقول لك لا والله انا محتاج البيزنس بلان كامله. ده ما عندوش ثقه اصلا في اي كلام، هو محتاج بيزنس بلان كامله عشان يفهم راسه من رجليه. تمام. فبيبقى على حسب المستثمر نفسه.
على حسب المستثمر نفسه، بس هو مش غلط، هو صح. هو ممكن يكون محتاج الايديا ايفالويشن عشان يقدر يقيم الفكره دي هتنفع ولا لا. بعدها بقى خلاص الفكره حلوه تمام، يلا بقى هات بقى البيزنس بلان او هات البيزنس موديل عشان نتناقش بقى نشوف هنعمل ده ازاي. انا فاهم هو محتاج يقيس قيمه الفكره نفسها. وصلت لك الفكره؟ اخدت يعني وضحتها لك كده ولا محتاج تفاصيل اكتر؟ لا لا كده تمام، شكرا. طيب خلاص ده كده الفرق ما بين هنا وهنا، او انت محتاج تعمل ايه قبل ايه، او محتاج تظبط الدنيا ازاي. ندخل بقى بعد كده في التفاصيل بتاعه البيزنس بلان، وانت محتاج تفهم ايه او تعرف ايه في الجزء بتاع البيزنس بلان. بص في البيزنس بلان هنا انت بتقدم كل الافكار وكل التفاصيل وكل البرايس بتاعك والار او اي بتاعك والماركت بتاعك والبرودكت بتاعك وكل التفاصيل اللي جوه البروجكت، حتى الجزء بتاع الامبلمنتيشن هتلاقيه جوه البيزنس بلان. البيزنس بلان بتكون ورقه صريحه متاح فيها كل التفاصيل ومنسقه بشكل منظم علشان تحط فيها كل افكارك، علشان لما تيجي تتكلم في موضوع معين يبقى الكلام، او تيجي تبني بروجكت معين يبقى الكلام محطوط نظري وعملي قدامك، ما يبقاش فيها ما بتسيبش مساحة لاختلافات وجهات النظر، بتخليك تكون فاهم وبترتب افكارك وبترتب معاك الحاجات اللي ممكن ما تجيش في بالك جوه البروجكت نفسه. بأي أي بزنس بلان أو أي بروجكت هتشتغل عليه سواء كماركتينج أو سواء كبزنس، لازما بتعدي على 3 حاجات أساسيين جدا، لازما بتعدي على 3 حاجات أساسية جدا جدا. أول حاجة لازما بتعدي على الأناليسز، السيتويشن أناليسز، لازما بتعمل أناليسز للبروجكت ده، بتشوف البروجكت ده التفاصيل بتاعته إيه، التفاصيل بتاعة الماركت، التفاصيل بتاعة البرودكت، التفاصيل بتاعة الامبلمنتيشن هتنفذ ازاي، التفاصيل بتاعة الناس اللي هتنفست معاك، التفاصيل بتاعة الفلوس اللي هتدفعها قد ايه، هتنفست بكام، الكوست بتاعك، التفاصيل دي كلها لازم بتعمل اناليسز صح جدا، بتعمل اناليسز، لازم تعمل اناليسز صح جدا. طيب بعد الاناليسز خلاص انت عملت اناليز، عرفت كل الارقام، عرفت كل التفاصيل بتاعتك، بعد كده بتبتدي تشتغل بعد الاناليز على الجزء بتاع الاستراتيجي. الجزء بتاع الاستراتيجي والله الاستراتيجي بتاعتك هتبنيها بناء على الارقام اللي طلعتها من الاناليز. يعني مثلا في الاناليز بتاعت الماركت انا عرفت ان السوق فيه مثلا 2 كومبيتيتور، الاثنين دول هم من اصعب او من اكتر الكومبيتيتور اللي انا بشتغل قصادهم او ان انا بحارب قصادهم في السوق. فلما هتيجي تبني الاستراتيجي بتاعت المنافسه هتبنيها بيزد ان انت بتنافس مع الاثنين دول. طيب ولنفترض ان انت عملت اناليسز وطلعت كومبيتور مش هم دول المنافسين بتوعك، هتبني استراتيجي غلط، هتنافس في الحته الغلط. طيب ولنفترض ان انت في الاناليسز عملت اناليسز للبرودكت غلط، ما فهمتش البرودكت ده بشكل مظبوط، هتيجي تماركت للبرودكت او هتيجي تعمل استراتيجي عشان تشتغل بيها كماركتنج هتلاقي الديتيلز بتاعتك غلط، او هتيجي تشتغل في الماركت بتاعك بالبيزنس دي هتلاقي نفسك شغال غلط لان انت ما فهمتش طبيعه البرودكت نفسه. طيب بعد الجزء خلاص عملنا اناليسيز وبنينا عليها الاستراتيجي، بنحط بعد كده البلان نفسها، الاكشن بلان. انت خلاص عملت الاستراتيجي، نفذ بقى. وانت بتعمل التنفيذ بيبقى بيزد على الاستراتيجي اللي انت بنيتها، الاستراتيجي اللي انت حطيتها بناء عليها بتبتدي تنفذ. انا والله انا هشتغل على السوق ده من ناحيه معينه، فخلاص انت عرفت النواحي او الجوانب اللي هتشتغل عليها من السوق، فانا هشتغل والله هنزل اعمل ديلز بي تو بي مثلا مع فنادق، هنزل اعمل تفاصيل مثلا، هشتغل على تفاصيل معينه في البيزنس ده مع رجال اعمال، والله انا بتبتدي بقى تنفست بقى تبتدي تنفذ. طب هنزل معاهم يوم كذا، هقابلهم يوم كذا، التايم بتاعي هيمشي من يوم كذا ليوم كذا، ببتدي احط الاكشن بلان التنفيذ بقى. خلاص يبقى انا هعمل سيتويشن اناليسز
وبعد كده هبتدي اشتغل على الاستراتيجي اللي انا هبني عليها الشغل بتاعي، وبعد كده ببتدي اعمل اكشن بقى وابتدي انفذ. طيب الثلاث حاجات دول اساسيين لو انت بتشتغل على ماركتنج بلان، بيشتغل على سوشيال ميديا بلان، بتشتغل على بزنس بلان، اي بلان يعني. من وجهة نظري الشخصية ان انت لازم تشتغل عليهم بالترتيب ده، لازم تعمل سيتويشن اناليسيس عشان تفهم كل الارقام والاحصائيات اللي حواليك، وتبقى فاهم انت فين من الماركت ده، وانت فين من المنافسين، وانت فين من فهمك للبرودكت، انت فين من الكاستمر واحتياجاتهم، وبعد كده بتبني استراتيجي عشان تقدر تلعب بيها في السوق براحتك، وبعد كده بتبتدي تشتغل على الجزء بتاع الاكشن علشان تبتدي تنفذ او تعمل اكشن بلان بشكل مظبوط. تمام. طيب تعالوا بقى كده نخش في التفاصيل او نبتدي نستارت في البيزنس موديل نفسها، ونشوف المفروض بنعمل ايه في البيزنس موديل دي. طيب الجزء بتاع الاناليسيز والاستراتيجي والبروسيس اللي احنا قلتها دي، فيها اي مستيكس عند حد او حد عنده فيه اي كويشنز؟ طيب اكدوا معايا كده الصوت برضو علشان ابقى متأكد ان الدنيا ماشية بشكل مظبوط. في سؤال اهو، الامور تمام والصوت تمام. ماشي يا زين، كل مرة انت كده بتطمني، خليك معايا على طول بقى لو في اي حاجة. تمام. طيب تمام، نكمل بقى الجزء بتاع الستارت. خلاص هنبتدي بقى نستارت في البيزنس بلان. في سؤال ولا ايه؟ تمام اوكي. هنبتدي نستارت بقى كبيزنس بلان. كبيزنس بلان انت اول حاجه بتبتدي تشتغل عليها السامري. اول حاجه بتبتدي تشتغل عليها السامري. ليه السامري مهمه او الملخص بتاع البيزنس في الاول محطوط كده مهمه؟ علشان زي ما قلنا اي مستثمر، اي حد بتعرض عليه الشغل بتاعك، اي حد محتاج ان انت يشوف البيزنس بلان بتاعك، لازم يفهم الموضوع من اول نظره، من اول ما يلمح البروجكت بتاعك، من اول ما يشوف البروجكت بتاعك لازم يبقى فاهم التفاصيل بتاعتك، لازم يكون فاهم ايه التفاصيل بتاعتك، ايه البروجكت ده التفاصيل بتاعته، ايه البروجكت ده والله التفاصيل بتاعته هو بيتكلم في ان هو هيستثمر مثلا في الفرنيتشر، وان هو هيشتغل في ماركت مثلا جوه مصر في 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 دمياط، والفرص المتاحه هناك ان هو ما فيش ناس هناك مثلا شغاله من نوع الخشب ده، فالحل بتاعه ان هو هينزل الاخشاب دي في الفرنيتشر وهينافس بيها بطريقه محدده. بس انا كده فهمت البروجكت بشكل مختصر وبشكل مبدئي، فهمت البروجكت بشكل مبدئي، عرفت البروجكت بيشتغل على ايه بشكل مبدئي، وعرفت التفاصيل بتاعه البروجكت. ف وانس ان هو ما كملش او ما قراش الديتيلز بتاعه البروجكت، خلاص هو فهم انت بتعمل ايه وحد بتاع ايه. طيب ان هو بقى محتاج يفهم، خلاص هو لو انت شديته في اللقطه بتاعه السمري، اهم حاجه اللقطه بتاعه السمري دي تكون محبوكه بشكل كويس جدا، تحط له كل الاوبورتيونز اللي انت هتشتغل عليها، تبتدي تشتغل على الماركت وتوضحه بشكل كويس، تقول له والله انا السوليوشنز اللي انا هقدمها، الحلول اللي انا هقدمها متوافقه كويس جدا، وهتكون مناسبه بشكل كامل من نواحي معينه. تمام. فالجزء بتاع السمري ده حاجه فيري امبورتنت لازم تخلي بالكم منها. طيب نبتدي كده نستارت كده، نشوف كده يا اما نستارت ببروجكت، ابتدي اديكوا اكزامبل على بروجكت من عندي، او لو حد مثلا هنا معاه بروجكت يفتح المايك ويستارت كده معايا، ونبتدي نتناقش في البروجكت بتاعه وناخده ككيس، ونبتدي نطبق الديتيلز بتاعته كتكنيكال على البيزنس هنا. حد معاه بروجكت او شغال على بروجكت هيستارت في البيزنس بلان بتاعته نستارت بيها؟ اللي تمام يقوم معايا بقى. هو لازم يعني نكون عاملين الحاجات دي ونناقشك فيها، ولا تقصد ان عادي ممكن لا لا عادي، لا حتى هي جاست ايديا احنا ممكن نستارت بيها، مش لازم
مش لازم أن يكون حاجة معمولة أكيد يعني. طيب بس انت يبقى عندك يعني 100% فاهمة البروجكت نفسه، فاهمة يعني انت عارفة هتعملي ايه، او انت عارفة البروجكت ده بتاع ايه. هو الفكرة كانت فكرة شركة ديجيتال ماركتينج ماركتنج ايجنسي، تمام. بتركز أكتر على يعني القيمة نفسها، يعني على قد مش اللي هي بتعمل، يعني كل الشركات بتعمل خدمة إعلانية يعتبر شبه بعض شوية، بس هي بقى بتركز على فكرة وجود كل حاجة ليها قيمة، حتى يعني المحتوى قيم وكده يعني. فبس يعني أقول إيه، أقول إيه تاني مثلا، أو إيه طيب التفاصيل خلينا اللي كده هقول لك على حاجه، ناخدها كده ستيب باي ستيب. خلينا نتكلم الاول في البيزنس ديسكريبشن. البيزنس ديسكريبشن هنا احنا بنعمل بريزنت للانترودكشن بسيط جدا عن البيزنس اللي احنا فاتحينه ده. والله احنا هنعمل البيزنس ده، فايه البريف السريع كديسكريبشن عن الشركه؟ والله دي شركه اسمها 1 2 3، او شركه كذا هنستارت فيها، وهتركز الشركه دي على كماركتنج ايجنسي، وهتركز على الاد فاليو للكاستمر بتاعها، او هتركز على بوينت معينه. وكده كده هنيجي للاوبرتونيتي وهنشوف الماركت اللي هنشتغل فيه والتفاصيل دي كلها. بس انا محتاج احط جمله، اي مستثمر او اي حد هيشوف البيزنس بلان هيتشد ان هو يكمل البروجكت ده ويشوف البروجكت ده الديتيلز بتاعته ايه، تمام. فخلينا كده نقول ان ده بروجكت ماركتنج ايجنسي، صح؟ أو تمام، حلو جدا. لو اتكلمنا بقى على بريف على الماركتنج ايجنسي دي، تمام، هنقول ايه؟ تمام، كبزنس ديسكريبشن والله احنا هو زي ما انت قلت كده، ممكن نقول مثلا ان هي يعني تقديم خدمة إعلامية إعلانية ذات قيمة مثلا، او خدمة إعلانية متكاملة ذات قيمة. تمام. خدي بالك، متكاملة وذات قيمة. متكاملة يعني أنا بقدم كل الخدمات الإعلامية، تي في، راديو، سوشيال ميديا، جورنالز، الكلام ده كده متكاملة. فهل هي متكاملة ولا هي مثلا واقفة على الأونلاين أو واقفة على الأوفلاين؟ لا، واقفة على الأونلاين. حلو، بص كده بدأنا نحدد الديسكريبشن، تمام. يعني بدأنا نظبط جزء الديسكريبشن، تمام. طب تخيل لو انا قلت متكامله ودخل جوه، دخل جوه لقى الموضوع مختلف، تمام. دخل جوه لقى الدنيا، لا انت مش متكامله، طب فين الجزء بتاع التي في، الجورنان، الايفنتس، الكلام ده كله، تمام. فلازم انا اركز في الاجزاء دي كلها. فخلينا نقول ان انا بزنس او انا ماركتنج ايجنسي بتركز على الفاليو للكلاينت نفسه. وخد بالك قدام هنحط الجزء بتاع الفاليو، حط الجزء بتاع الفاليو. لازم انا اكون متاكد ان الفاليو بتاعتي فيه فعلا فاليو حقيقيه محطوطه، مش جاست ان انا بتكلم في فاليو بس، تمام. يعني تعديلك على الجملة دي، إن احنا نشيل كلمة متكاملة مثلا، صح؟ نشيل كلمه متكامله الا لو انا هشتغل فعلا بجزء متكامل. لو انا فعلا هشتغل بجزء متكامل ككل الديتيلز بتاعتي، ان انا هشتغل على التفاصيل كلها من ناحيه التلفزيون والجورنال والبانرز والرولابس والاوفلاين ماركتنج، كل الكلام ده كله، تمام. فلو انا هشتغل اونلاين بس، يبقى انا هنقول البيزنس ديسكريبشن بتاعتي اونلاين ماركتنج ايجنسي بتسبورت في البنفيتس اللي هتقدمها للكاستمر اللي محتاجين يعملوا امبروف للبزنس بتاعهم، تمام، من خلال الاونلاين ماركتنج، تمام جدا. تمام. يبقى انا كده ايه، حددت التفاصيل بتاعتي بشكل كويس جدا، عرفت هكتب ايه، وشلت كلمة كانت ممكن كفيلة إن هي تعمل لي مشكلة بعد كده. يعني قدام هبتدي أعتمد على الكلام ده، لأن السمري ده لازم يكون الكلام اللي مكتوب فيه قدام يكون متحقق، ما يبقاش جاست بس أنا كاتب كلام وأنا هيقول يعني سوري، اللي هيشوف البيزنس بلاين دي هيقول لأ أنت كده كاتب أي كلام وخلاص.
تمام. فكده ده البيزنس ديسكريبشن. تمام، البيزنس ديسكريبشن يا جماعه مهم جدا، هكتب فيه كل كلمه تكون هي حرفيا انا بقدمها كبزنس، حرفيا انا كبزنس بعملها، حرفيا انا كبزنس بقدمها. مش هيكون كلام انشاء ابدا. تمام، بقدم حاجه كواليتي، خلاص انا هكتب كواليتي. بقدم حاجه الفاليو بتاعتي فيها في البرايس، يبقى انا هقدم برايس. لو انا هقدم حاجه الفاليو بتاعتي فيها بتكون في البورت بتاع التكامل مثلا، زي ما مين اسمك ايه؟ ايه 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 انت حضرت معايا قبل كده تقريبا صح؟ لا في حد كان بيحضر معايا اسمه ايه، كان دايما هو بيخش، بس تقريبا كل اسمهم ايه كده مش عارف. ماشي طيب. خلاص البيزنس زي ما قلنا، لو زي ما قالت ايه حاجة متكاملة، يبقى انا لازم اشتغل على جزء متكامل، يبقى انا البروجكت بتاعي متكامل فعلا، بيلم كل الجوانب بتاعت الماركت اللي انا هشتغل عليه. تمام طيب. ده كده الجزء بتاع الديسكريبشن. طيب الجزء بقى بتاع الماركت نفسه، الجزء بتاع الماركت نفسه، انا دلوقتي هشتغل في سوق حلو جدا. الماركت اللي انا هشتغل فيه بقى ايه التفاصيل بتاعت الديسكريبشن بتاعت الماركت ده، الماركت ده التفاصيل بتاعته ايه، الكومبيتيشن. استناف لو سالح بارك فيك يا ابو عمر، لو سالح فيك الحمد لله اخبارك ماشي. تمام البيزنس ده التفاصيل بتاعته ايه، الماركت بقى السوق اللي انا هشتغل فيه ده سوق ايه بالظبط، هل هو سوق مفتوح، هل هو سوق مقفول، هل السوق ده سوق فودز ولا سوق ماركت اونلاين ولا سوق ايه بالظبط. لازم اخلي بالي في الجزء بتاع الماركت اللي انا هشتغل فيه، الجزء بتاع الماركت اللي انا هشتغل فيه. طيب انا دلوقتي الجزء بتاع الماركت ده ايه الديسكريبشن اللي هكتبه يشرح الماركت بتاعه. لو احنا اتكلمنا عن الماركت اللي انا هنافس فيه هيكون اسمه ايه بالظبط، ده مثلا خلينا نتكلم ان انا هنافس في سوق الاونلاين ماركتنج، ولا هنافس في سوق الماركتنج ايجنسي بس، ولا الماركت اللي انا هشتغل فيه ايه بالظبط. يعني فور اكزامبل انا هقول الماركت ده او ذا ماركت بيتكلم في ال 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 الوكالات الاعلاميه اللي موجوده جوه مصر. تمام، هل انتوا هتشتغلوا على جوه مصر بس، ولا عندكم فاليو تقدروا تقدموها لدول عربيه لدول اجنبيه، ولا انتوا الماركت بتاعكم ايه، يعني انتوا هتشتغلوا جوه مصر بس، ولا هتشتغلوا على الاونلاين بس، ولا التفاصيل بتاعه الماركت اللي انتوا هتشتغلوها ايه. ماركت يعني مثلا السوق اللي انا هشتغل هو فيه. المفروض ان انا بكتب الحاجات دي اللي انا عايزه اشتغله دلوقتي، ولا ليه ما هو مستقبل بستهدفه؟ لا اللي ينفع هو مستقبل، لا انا بتكلم على الحاجات دي اللي انا هنفذها اكشلي فعليا، لان انا حاليا هعمل البلان عشان اعمل امبلمنتيشن ليها. فلو انا هكتب حاجه هي مش، ما انا ممكن قدام هبقى ايجنسي متكامله، لا الحاله بقى ديت انا ممكن هكتب حاجه بس فعلا انا هعملها، لو حصل تطور بعمل حاجه اسمها كنترول، بعمل وانا بعمل الاكشن بلان ببتدي كنترول. فور اكزامبل انا دلوقتي شغال على مصر، لو احنا مثلا اتكلمنا ان انا هشتغل على مصر كماركتنج ايجنسي اونلاين، وبعد كده لقيت ان انا جالي تو بروجكتس مثلا، واحد من الخليج واحد من يوروب، حلو عادي جدا. لو انا عندي الديفلوبمنت او التفاصيل بتاعه البروجكت بتاعي قادره ان هي تشيل قادره ان هي تشيل الماركت الثانيه وتبتدي تنفست فيها، بعمل كنترول تمام، وابتدي اعيد ترتيب حساباتي، وابتدي اشوف البيزنس بلان هبدا اهلها ان هي تكون للفاليو الجديده او للماركت الجديده عادي جدا. بس حاليا اكشلي لازم اكون بتكلم في الاجزاء اللي انا هعملها فعليا. تمام 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 جدا تمام طيب. خلينا بقى نقول في هنا سؤال بيقول ممكن اطبق البيزنس دي لو عندي مشروع بتاعي صغير، ولا لازم نبقى حاجه كبيره؟ لا عادي ممكن تنفذها على بروجكت صغير، وحاجه كويسه جدا كمان يا منور لو انت نفذتيها على بروجكت صغير، مع الوقت هتلاقي نفسك تعرفي تنفست في بروجكتس كبيره وتقدري ان انت تحققي فيها حاجه. يعني لو انت نفذت ده على سكيل صغير
قدام تقدري تعمليها على سكيل كبير، هتكوني عديتي الريسك بقى وفهمتي المستيكس اللي حصلت واي ايشوز قابلتيها او اي بروبلمز حصلت تقدري تتفاديها بعد كده. فلا يعني اتس فيري جود لو انت كملتي على بلان صغيره او بزنس صغير عادي. تمام. طيب قولي كده يا ايه، لو احنا هنستهدف او هنشتغل على ماركت، الماركت ده الدايموغرافيك بتاعته ايه بالظبط؟ هل انتوا هيبقى جوه مصر؟ هيبقى حلو. جوه مصر وهيبقى اونلاين. هيبقى جوه مصر وهيكون اونلاين. طيب هل انتوا اصلا في الماركت ده هتشتغلوا جوه الماركت ده كاونلاين هتشتغلوا اونلاين بس، ولا انتوا هتقوموا مثلا ليكوا مكتب والناس هتشتغل معاكم منه، وايه التفاصيل دي؟ لا، ما هو اونلاين بس كبدايه، فعشان كده سالتك السؤال اللي فات، فهو كبدايه اونلاين بس. طيب هو انا بسال السؤال ده علشان لو مثلا البروجكت تطلب مثلا مني ان الناس اللي هتحضر معايا او الناس اللي هتخش هتجوهم معايا في البروجكت، او الناس مثلا اللي المفروض هتتعامل معايا لازم ان يحضروا مثلا يمضوا معايا عقد في المقر. فانا مثلا لو واحد في السويس فور اكزامبل مثلا، انا ايه اللي هيجيبني القاهره عشان امضي عقد معاك ان انت تشتغل لي ماركتنج؟ انا ممكن ما اجيش. فيبقى في الحاله دي انا مش بستهدف الماركت بتاع مصر كلها، فاهمه؟ انما مثلا لو انا يعني نحدد كم محافظه مثلا تقصد؟ لا، ما هو انت كده هتشتغلي اونلاين، فلو نفترض ان انت مثلا في السويس او في اسكندريه وانت في القاهره وجيت والله انا محتاج ان انت تشتغلوا لي ماركتنج اونلاين، فانت مش هتحتاجي ان انا اقابلك ونيجي نقعد سوا عشان نمضي عقد. طب لان انت كده كده هتتكلمي اونلاين او هيكون الدين ما بينكم ماشي اونلاين، فاهم؟ الميتنجز هتمشي زوم والتفاصيل دي كلها. فانا يبقى الماركت بتاعي متحدد، تمام؟ الماركت بتاعنا مش بتاع الكلاينت اللي هيجي لي واشتغل له. يعني ممكن يكون في مثلا محل بتاع ايس كريم، او مثلا مجموعه محلات مثلا ايس كريم مثلا في اسكندريه، تمام؟ او مثلا سيرفيس بتتقدم لبروجكت معين هو هي في بره مصر مثلا، حلو. بس انا الكلاينت بتاعي او المنافس بتاع العميل بتاعنا جوه مصر، بس البروجكت بتاعه هو بانفستمنت في بره مصر، فاهم قصدي؟ يعني ولنفترض ان انا جالي عميل من اسكندريه، ده كده في الماركت بتاعي لان انا مستهدف مصر. طب العميل اللي جاي ده من اسكندريه بيقول لي والله انا عندي مثلا بصدر حديد مثلا بره مصر. طيب هو بيصدر بره مصر، يبقى ده الماركت بتاعه هو مش بتاعنا، تمام؟ هو انا ازاي اتغلب على نقطه المثال اللي انت قلته اللي هو بتاع السويس والقاهره ده، خاصه ان انت مثلا لو اشتغلت مع عملاء، فهو طبيعي ان في ناس هتلاقيهم صاحب مثلا محلات معينه، فهو مش واخد على فكره الميتنج على زوم، او شايف ان يعني هو شخص عملي جدا، شخص بتاع سوق، فاهم الفكره نفسها. الاختصار والصناعيه زي مثلا الكوزماتكس اللي في الموسمي، زي مثلا بتوع الملابس اللي في العتبه، زي مثلا بتوع هو عميل كويس جدا بالنسبه لك، بس هو في نفس الوقت انت يعني هو مش هتعرف تتعامل معاه اونلاين، فازاي بقى العربية. في الحاله دي عندنا تو ورك شيت. لو احنا بنشتغل على يعني بصي البيزنس بلان بتحرك الافكار عندنا دلوقتي. انا عندي تو اوبشنز استخدمها لو انا كشغال اونلاين ومش عندي بليسمنت او عندي ماركت اتكلم منه الناس، يا اما بشتغل كووركينج سبيس واشوف مساحات عمل اجرها والكلاينت يجي لي على المكان ده والمكان ده يبقى بالنسبه لي ثابت، تمام؟ او بروح باجر مكتب عمل في مثلا اماكن بتاجر مكاتب، يبقى المكتب مشترك كذا حد بيكون موجود فيه، فخلاص ده المكتب باسمك بتاعك، الناس بتخلص الورق بكل حاجه، تمام؟ يا اما الاوبشن، في اوبشن كمان ان انا بعتمد على المكان بتاع الكلاينت نفسه، بقول له لا ما تجليش، انا في اي حاجه انا هجي لك، تمام؟ بس ده لو الكلاينت تراست ومش هيقلق ان هو لا الراجل ده مش عايزنا اجي له ليه، تمام؟ مش عايزنا اعرف مكانه ولا ايه بالظبط. ومن الحاجات المهمه جدا ان انا اكون صادق جدا مع الكلاينت اللي انا بتعامل معاه، سواء انا بقى كماركت ايجنسي او غيره، لازم اكون صادق مع الكلاينت اللي انا بتعامل معاه، تمام؟ فبستعمل حاجه من دول، يا اما بشوف كوركينج سبيس
وباجرها بالساعه. وانس ان انا في كلاينت هيقابلني، خلاص انا العنوان كذا الساعه كذا الميعاد كذا من الساعه كذا للساعه كذا، وانا خلاص انا خدت المكتب، بيجي ويقابلني ونتقابل ونقعد نتكلم ومفيش اي مشكله، وبيكون مكان مؤهل ومكان كويس جدا. او ان انا بشوف في اماكن بتاجر تكون بتاجر الكلام ده، وان هي تكون وان هي تكون تديكي مكتب ويكون المكتب ليك. تمام. طيب هنا في سؤال في الشات، طب حضرتك شايف ان مهم ان شركه ممكن يكون ليها مقر لو لسه بتبدا والبادجت مش اعلى حاجه؟ بص، على حسب التارجت اودينس اللي انا بستهدفهم، هيكون هو مؤهل وفاهم ان انا حاليا ما عنديش اصلا مكتب وبتعامل اونلاين، ولا مش هيكون مؤهل لده؟ هستهدف ناس الكلاينت بتاعي مش هيكون عنده الثقه فيا. تمام، دي حاجه. حاجه تانيه، هي مش بتفرق لو انا من اونلاين ومكتب ولا مش اونلاين ومكتب، مش بتفرق الا مع الكلاينت. في حد او عميل يجي لي، لا اه مكتب وسكرتيره، ولا دي شركه بقى وهتعامل معاها. في حد يقول لك مش مهم ده كله، ممكن نتقابل في على القهوه بس اديني نتائج. تمام، فعلى حسب الكلاينت. دي اول نقطه. تاني نقطه، انا الاستراتيجي بتاعتي بقدمها ازاي للناس، او بقدم نفسي ازاي للناس. ممكن نلعب على حته تانية، بقول والله ان انا بقدم خدمات اونلاين، وكل الاوبشنز اللي عندي متاحه اونلاين، بنعمل ميتنج اونلاين، بنشتغل ميلز، الكلام ده كله ما فيهوش اي مشكله، بس ما فيش لينا مقابلات لاي اسباب ايا كان. طبعا مش بصدر له ان انا معيش بادجت والكلام ده كله، لكن انا بنشتغل، وببتدي اصدر له النتائج بتاعتي، اقول له والله انا حققت نتائج 1 2 3 مع شركه 1 و 2 3. ممكن اكون انا ما عنديش نتائج لان انا لسه ما بداتش، لكن لا، ببتدي ان انا اقنعه ان انا شغلي كله اونلاين. الطريقه البروفيشنال تمام بتاعتي اللي انا بقدمها هتغنيه على ان هو يشوف مكان او ما يشوفش مكان. تمام. فهد عنده سؤال هيقوله ونكمل عشان الوقت معانا من ايه ما يسرحش. لو فهد انت ما انت ريز يور هاند، فلو عندك سؤال اتفضل. فهد عندك سؤال؟ اللي عنده سؤال يا جماعة، مؤمن برضو عنده سؤال، اللي عنده سؤال يسأل يعني. تمام، هو انا عندي توضيح بس للسؤال بتاع آية، هي كانت بتسأل ان انا اتغلب عن الحتة بتاعت يعني لو عميل من محافظة تانية اعمل معاه ايه. فانا اعرف شركة ديجيتال ماركتينج بيسافروا العملاء بتاعهم وبيعملوا معاهم الديل، بالظبط. والافضل اصلا ان هو يروح المكان بتاع البيزنس ده عشان على الاقل يفهم الشغل بتاع المنطقة دي ماشي ازاي، يعني ايه يتجول كده في المكان عشان حتى يعرف يطلع الشغل بتاعه بشكل كويس كده يعني. بالظبط، صح، تمام جدا. ده حاجه كويسه يعني. يعني هي زي ما قلنا بتعتمد على التفاصيل بتاعه الاستراتيجي اللي انت بتقدمها للناس. انا دلوقتي ممكن نعتمد على استراتيجي زي ما قال مؤمن كده، انا لازم اجي لك وازورك انت وعشان اتعرف اكتر عليك، عشان نبقى فريندلي اكتر، اقدر افهمك اكتر، افهم طبيعه الشغل بتاعتك اكتر، افهم البرودكتس بتاعتك، اشوف السيلز واعمل معاهم ميتنج وافهم بيبيعوا ازاي للعملاء، التفاصيل دي كلها. فالاستراتيجي اللي انت بتقدمها للكلاينت اللي بيجي لك هي اللي بيعتمد عليها اساس الشغل. زي ما بيقولوا كده، الفيرست امبريشن، انت صدرت له معلومه معينه، خلاص هو بالنسبه له هيكون فاهم وهيقدر ان هو يفهم ده. لو هو حد مش قادر يفهم ده، مش هي في كلاينتس مش هيخشوا في الديتيلز بتاعك. شوف انت عايز ايه وخده وخلصني عشان مش فاضي، واديني نتائج في الاخر. تمام، اعمل بقى اللي تعمله، تعمل اعلان، تعمل بوست محتوى، انا ما بفهمش في الكلام بتاعك ده، هتلاقيه قال لك كده باللفظ. تمام، فعلى حسب كل كلاينت. تمام. طيب نرجع تاني، الماركت نفسه، الماركت نفسه، لو انا بتكلم على الماركت بتاعي، يا ايه المفروض ان انا هقول ان انا بنافس كل الماركتنج ايجنسي اللي شغاله اونلاين جوه مصر وبتقدم خدمات اونلاين. تمام، ده البريف بتاع او الديسكريبشن بتاع الماركت بتاعي. انا بنافس الناس الموجوده اونلاين جوه مصر وبتشتغل كماركتنج ايجنسي علشان تنافس ده. طيب خلاص، ده الجزء بتاع الماركت. انا خلاص ده السوق اللي انا داخله، ده السوق اللي انا بنافس فيه.
وخلينا نفرق ما بين الماركت، السوق اللي انا بنافس فيه، وما بين الكومبيتيشن. في فرق ما بين الكومبيتيشن المنافسه، وفرق ما بين الماركت وما بين الكومبيتيتورز نفسهم المنافسين. فاحنا حاليا بنتكلم على الماركت، انا بنافس في مصر على الناس او على الماركتنج، بنافس الماركت ايجنسي علشان اقدم اد فاليو جديده في خدمات الاونلاين ماركتنج او التسويق الاونلاين. تمام؟ طيب الجزء بقى اللي بعد كده، الجزء بعد كده الاوبورتيونيتي، ايه الفرص اللي انتوا قررتوا علشانها تفتحوا البيزنس ده، او على اي اساس قررتوا تفتحوا البيزنس ده؟ لما بحدد الاساسيات لازم بيكون انا فاهم ايه النيدز اللي موجوده، او البروبلم اللي انا نازل السوق عشان احلها، احتياجات ايه او مشاكل ايه. هل هي احتياجات في السوق، ولا احتياجات عند الكاستمر، ولا انا عندي احتياج نفسه فشفت ان انا ممكن الخدمه دي اتعلمتها فاقدر انا اقدمها للناس، ولا الماركت نفسه محتاج ده. ايه اللي خلاكوا تقرروا، او الاوبورتيونيتي اللي انتوا شفتوها، الفرص اللي شفتوها في السوق علشان تقرروا ان انتوا تخشوا البروجكت ده او تعملوا بيلدينج البروجكت ده؟ هو الموضوع كان بدأ في يعني ان المكان، المحافظه اللي انا فيها الموضوع مش متوفر فيها قوي. هو الموضوع انا قلت ان هو اونلاين، بس لو ركزنا على المحافظة دي كبداية يعني، فهو ده مش متوفر فيها بشكل كبير. بالإضافة للو متوفر فهو مش بيقدم الفاليو اللي أنا دخلة بيها، اللي هي جزء إن الحاجة ذات قيمة. محافظة البحيرة. الإيه؟ البحيرة. حلو جدا. طب هو في كام ماركت ايجنسي في البحيرة؟ يعني أنا اللي أعرفهم مثلا 3-4 كده يعني، ده اللي أعرفهم يعني. لا مش اللي اعرفه، اللي فعلا اكشلي متاح. لازم بصي بقى، في حاجات هنا كده مهمه لازم كلنا كده وانا معاكم نتعلمها. لازم كارقام نكون متاكدين منها 100%، لازم نكون فاهمين الارقام دي بشكل فعلي. يعني انا ممكن اقول لا انا في 4 واكتشف ان في 2 تانيين هم واخدين 80% من سوق لحسابهم وانا ما اعرفهمش، فهبتدي اشوف ان انا المفروض انافسهم، ومبقاش عامل بقى حسابهم في كل حاجه جايه، مبقاش عامل حسابهم في كل حاجه جايه، مش هبقى عامل حسابهم في المنافسه، مش هبقى عامل حسابهم في البادجت، مش هبقى عامل حسابهم في اي حاجه. فاهمه؟ فالجزء الاولاني لازم تعرفوا كويس جدا في كام ماركت ايجنسي في 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 البحيره. تمام؟ لازم تكوني عارفه ده كويس جدا، لازم تكوني متاكده انا لفيت البحيره كلها. طب تعرفي ده منين؟ استراتيجيز بقى كتير بقى، انت تسالي ككلاينت، تدوري، تخشي على الجروبس بتاعت اللي فيها الناس بتوع البحيره، تسالي الناس بتوع البيزنس اللي في البحيره، الناس اللي شغاله في الماركتنج معاكي جوه البحيره تساليهم على ماركتنج ايجنسي. كتير بقى، فاهمه؟ يعني لازم تعرفي كل البيزنس. ممكن بقى الاوبورتيونيتي ما تبقاش متاحه، البيزنس كله مش هينفع يتعمل اصلا، فاهمه؟ او يعني فاهمين الفرق. لازم نكون متاكدين جدا من الاوبورتيونيتي اللي متاحه. تمام؟ فخلينا نقول ان في البحيره، تمام، عدد 4 ماركتنج ايجنسي وغير مؤهلين بشكل كافي ان هم يدوا كواليتي للبزنس اونرز اللي موجودين في البحيره. حلو؟ تمام. طيب هل الناس اللي في البحيره بتقدر تديل مع الناس اللي في القاهره او في اسكندريه او في اي محافظه ثانيه علشان يستفيدوا من خدماتهم؟ يعني ممكن مثلا اشتغل على البيزنس اللي في البحيره مثلا. يعني احنا مثلا في مره كنا شغالين على الـ 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 على دمياط، تمام، والمراكز اللي فتحت في دمياط عشان الفرنتشر والكلام ده كله، تمام. طب احنا في القاهره بس عادي بنستهدف مناطق تانية. فهل انا المفروض ادرس بس الناس اللي موجوده في البحيره لو انا هشتغل على البحيره، ولا انا ادرس بس الناس كمان اللي بره؟ دي حاجه. حاجه تانية، البحيره فيها كام اصلا بيزنس ممكن يكون مؤهل ان هو يبقى محتاج خدماتي؟ انا مش بعادلك الدنيا، انا بس بحاول نتعلم بيزنس بلان صح، نبقى فاهمين البيزنس بلان بشكل. انا لما اتعب في البيزنس بلان واطلع فيها التفاصيل وافهم كل حاجه احسن ما انفذ والاقي نفسي في حاجه غلط انا مش هبقى فاهم. تمام؟ فخلينا نبقى فاهمين ايه اللي في البحيره، كام بزنس محتاج اصلا، او
افريج حتى او كام بيرسنت هو عنده نيد للجزء بتاع البحيره ده، كام بزنس هناك محتاج ان هو يكون محتاج ايه اللي احنا محتاجينه بدل ده وبدل ده. يعني في ناس في البحيره بتاخد من بره، وفي كام بزنس جوه البحيره محتاج اصلا محتاج حد يعمل له ماركتنج. هو في ناس كتيره جدا محتاجين ان يتعمل لهم ماركتنج وشغالين كويس، بس الناس يعني اصحاب البيزنس دول ما عندهمش الوعي اصلا باهميه ده. حلو تمام، هي دي بقى المشكله يعني. طيب الناس ما عندهمش وعي بده. طيب زي مثلا بيزنس مثلا ايه؟ يعني ايه مثلا انواع البيزنس اللي ممكن تكون موجوده هناك؟ او يعني الجانب مثلا مكتبة مثلا كبيرة، الجانب بتاع الدكاترة، الجانب الطبي، حلو في كذا مستشفى مثلا، يعني عادي زي أي محافظة، زي أي مكان. مش جاي في بالي حاجة دلوقتي، بس عامة هي الفكرة إن الناس معتمدين على يعني الماركتينج الأوفلاين، اللي هو خلاص أنا لما بروح له المكان هو بقى بيعرض لي أو بيسوق لي ماركت بطريقته اوفلاين. يعني. اه طيب حلو جدا، هل مثلا ما فكرتوش تشوفوا عدد الدكاتره مثلا، لو خدناها مثلا كتارجت اودينس وعملناها بوزيشن، ان انا احنا هنشتغل على الدكاتره اللي موجودين في البحيره مش عارفين يماركتوا لنفسهم اونلاين، فاحنا هنشتغل لهم اونلاين وناخد الوي ده، فنتشهر ما بين الدكاتره فناخد اللاين ده كله مثلا. تمام، دي اوبورتيونيتي. تمام، وناخد ديفرنت اوبورتيونيتي تانية، وناخد واي تاني، او احنا ناخد بقى نخش اللاين بتاع مثلا المكتبات. تمام، فتاخدوها لاين لاين وتتشيروا فيه وتبقى حاجه كويسه، وكمان هتبقى حاجه كويسه جدا جدا بقى لو انتوا اشتغلتوا كل لاين ببزنس لوحده، ببزنس موديل لوحده، وخدتوها قسمتوها كبارتنر مع بعضكم، وتبقى جوانب مختلفة، بحيث يبقى في سبيسيفيك، في اد فاليو محددة، في اوبورتيونيتي حقيقية، تقدروا تدرسوا الماركت بشكل مبسط، يبقى عندكم مع الوقت في كل اندستري لوحدها باك جراوند قوية وما إلى ذلك. انا ما فهمتش النقطة الأخيرة دي، بص يعني ازاي انا فهمت لنقطة ان احنا نختار مثلا كل جانب، بس انت قلت كل جانب بقى نعمل له بيزنس تقريبا موديل لوحدها او حاجة كده، يعني تقوم انا مثلا بقى هقول مثلا انا مثلا شركه اكس، شركه اكس مثلا، ونطلع لها سلوجان مثلا شركه اكس الدعم الحقيقي للدكاتره. تمام، ونشتغل على اننا ماركتنج ايجنسي للدكاتره. تمام، ماركتنج ايجنسي للدكاتره. طيب لو انا اشتغلت على ماركتنج ايجنسي في البحيره بس، ولا اشتغل على ماركتنج ايجنسي للدكاتره في البحيره، انهي اللي هيلفت النظر اكتر للدكاتره للاندستري دي؟ خصوصا لو انا عملت كمان عملت ترند، يعني عملت ريزلت حقيقي مع كذا دكتور او أكيد كذا عيان. اللي هي للدكاترة بس، يعني اللي أنا ميزتهم بده. حلو جدا. طيب ولنفترض ان انا خلصت اللاين بتاع الدكاتره وخدت فيه جاب كبير، وبقى معايا خمسه سته كلاينت، والجاب ده شغال لوحده وخلاص بقينا فاهمينه، نعمل بقى نيو بزنس. تمام، يستهدف اندستري تانية، وماركت لنفسي، او اعمل اوبجكتيف لنفسي ان انا في خلال 3 سنين اخد كام اندستري مع بعض باكتر من بزنس لوحده، وابتدي ان انا اكون كل ده بزنس جروب مع بعضه، فابتدي ان انا امتلك حاجه كبيره. فاهم قصدي؟ يعني أنا مثلا لو أقدم نفسي للناس عن طريق مثلا الفيسبوك، فأنا أقدم لهم إن أنا ماركتينج أجنسي عامة ولا ماركتينج أجنسي بتاع دكاترة؟ ولو ماركتنج ايجنسي دكاتره بس، مش هفكر في اي حاجه في اول 6 شهور، والاوبجكتيف بتاعتي في اول 6 شهور ان انا هشتغل على ان انا اوصل مثلا لست دكاتره او 6 عيادات، ودي اللي معاهم فيرست ريزلت. وبعدين او اول سنه كمان مثلا. بعد كده
بقدم نفسي ببيدج تانية ببيزنس تاني مش ببيدج خالص. تانية بقى، خلينا بس نحط نقطة على الحروف، مش ببيدج تانية، أنا ما بتكلمش كبيدج خالص، بتكلم كبيزنس وماركتينج. فموضوع البيج ده حتة امبلمنتيشن كده صغيرة في الآخر، مالناش دعوة بيها. كبيزنس بس مختلف. هي مش هي الطريقة اللي بالطريقة يعني، هي دي الطريقة اللي أنا بوصل بيها للناس ولا إيه هي الكلام على ده؟ حسب، انا ممكن اوصل للدكاتره بشكل مختلف، اعمل ديل مع ميديكال ريب هو بيعدي على العيادات اوريدي، فاهم؟ بتوع الميديكال ريب دول ليل ونهار بيلفوا في العيادات، اشوف حد بتاع ميديكال ريب وادي له حاجه كده مثلا ما بيني وما بينه، واعمل معاه ديل واقول له اي دكتور تخش له وادي له ده. انا اعين تيم سيلز من اتنين، بنت وولد او ولد وبنت او بنتين او ولدين، وهم يشتغلوا على الجزء ده، وليهم لكل دكتور نسبه، خلاص الموضوع خلص، فاهمة؟ ويقدر يشرح له البيزنس، واحنا هنقدم لك 1 2 3 4 والريزلت بتاعتنا هتكون 1 2 3 4 وما الى ذلك، بس فاهمة؟ بدل ما انا ابتدي اوصل لهم من خلال السوشيال ميديا، اوصل لهم ممكن اشتغل على ده او ده، تمام؟ زي ما الاء بتقول كده فعلا صح، احنا بنعمل سمارت للاوبجيكتيف، يعني انا عندي اوبجيكتيف معينه او اوبورتيونيتي ببتدي اعمل لها سمارت، اشتغل عليها سمارت، يعني اشتغل عليها بشكل سبيسيفيك بتايم معين بريزلت محدده بتفاصيل معينه، فاهم؟ فبكون محدد جدا. فلما تشتغل على الاوبورتيونيتي لازم نقف هنا شويه كتير ونبتدي نفكر ايه الاوبورتيونيتي اللي في السوق اللي انا ممكن اقدر اخدها بشكل صح، اقدر اخدها بشكل عملي، اقدر ان انا اخد منها تفاصيل، يعني ابتدي احقق منها حاجه كويسه، تمام؟ فلازم نفكر كويس جدا جدا في الاوبرتيونيتي. طيب خلينا مثلا حد عنده يعني في المناقشه كده، اللي محتاج يدخل في المناقشه يفتح المايك ويبتدي يتناقش معانا، حد عنده راي تاني او 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 حد عنده فكره تانيه، يعني اتس اوكي okay. يعني احنا كده كده ده ميت اب، فمش هو مش كورس. انا عندي محمود لو سمحت. اتفضل. اكيد. سلامات جميعا. اول شيء بخصوص المشروع اللي عم تحكي عنه آية، الفكره فكره تحديد الدكاتره او تحديد الاندستري معينه هو فكره كثير جميله، بس فهمت انا من آية انه هي كانه يعني رح تعمل ماركتينج بفاليو بس على الفيسبوك يمكن، فممكن يعني الدكاتره انا بتوقع جوجل ماوس مثلا بالنسبه لهم كثير يعني تعرض عليهم خدمه انه تضيف لهم البزنس تبعهم على جوجل مابس، وفي شيء اسمه جولات افتراضيه او فيرتشوال تور، فهي بتاخذ عندنا فيزيتا برضه، لو اشتغل على فيزيتا وعملت لهم ديل مع فيزيتا هتبقى حاجه كويسه، واكيد اي ثينك ان فيزيتا مش عارف مدى انتشاره في البحيره ايه، بس اي ثينك ان هو مش منتشر بشكل كبير، صح ولا لا؟ ما عندي هو فيزيتا شو هو، ما بعرف شو هو، بس هو ابلكيشن عند الدكاتره. تمام. مثلا ممكن تضيف الجولات الافتراضيه، يعني هي تصور العياده وتحطها على جوجل مابس بشكل 360. هذا البزنس كثير جميل، انا حضرت عنه كورس مره وجديد، يعني هو تقريبا بالوطن العربي ما له كثير مستعمل، فهو بيكون فاليو جديده يعني بتقدر تضيفها. وبعدين تروح للماركتينج على السوشيال ميديا بعد ما تخلص من جوجل. صح، يعني إضافة قوية جدا بصراحة، يعني تسلم والله فعلا. يعني الفكرة هنا إن إحنا لازم نحدد يا جماعة الأوبورتيونيتي بشكل صح، إن أنا في فرصة فعليا هاخدها، تمام؟ أنا ممكن أكون شغال ماركتينج إيجنسي ومش محدد أوبورتيونيتي معينة، أو مفيش مساحة عليا أقدر أو مشكلة أقدر أحلها في السوق أبتدي أشتغل عليها، تمام؟ في حاجة كمان كويسة، قبل ما أشتغل على الأوبورتيونيتي أبتدي أناليسز للدكاتره، يعني انا مثلا بخش على الدكتور اقول له والله يا دكتور احنا في البحيره 65 دكتور مثلا اطفال، ال 65 دكتور اطفال في منهم ثلاثه شغالين اونلاين، اثنين منهم شغالين بشكل افتراضي بشكل عادي مش حقيقي ريزلت، واحد منهم شغال بس بنسبه 60% هو كويس، فانت قدامك فرصه وحقيقيه كبيره جدا ان انت توصل لعدد اطفال في البحيره، مثلا عدد 1500 طفل كل يوم مثلا بتولد، تمام؟ فانت عندك فرصه ان انت تشتغل على الناس دي. انا لما اقدم له الريزلت دي او الاناليسيس دي، لا انا اللي جاي يكلمني ده حد بيفهم،
حد عارف قدر يوصل احنا كام دكاتره، قدر يوصل احنا قد ايه، حتى لو انا بتكلم معاه في افريج في تفاصيل. تمام. محمد سعيد برضو بيقول لك الايميل ماركتنج هيفرق جدا، لان الدكاتره او على يمكن ايه ليهم الثقافه التكنولوجيه عندهم عاليه. تمام. الدكاتره عندهم ثقافه تكنولوجيه عاليه. ف خلينا نحدد دايما الاوبورتونيتي بتاعتنا بشكل محدد. ايه الاوبورتونيتي؟ فخلينا نقول ان الاوبورتونيتي بتاعتنا ان احنا لما هنشتغل على محافظه البحيره على الديجيتال ماركتنج لاندستري معينه، مفيش اي ماركتنج ايجنسي هي محدده او بتتكلم في جزء محدد عن الديجيتال ماركتنج لكل اندستري، ديجيتال ماركتنج لكل اندستري. فدي فرصه في السوق ان انا ادخل اخترق السوق ده من خلال ان انا حد سبيسيفيك بتكلم كل اندستري لوحدها. تمام. كل اندستري لوحدها. تمام. ممكن تختلفي معايا او تتفقي، بس هي الكونسبت اللي عايزين نوصل له ان احنا محتاجين نحدد اوبورتيونيتي محدده معينه علشان نقدر نعمل لها سوليوشنز بشكل محدد. فالبروبلم هنا ان مفيش ماركتنج ايجنسي جوه البحيره بتشتغل على ماركتنج سوليوشنز بشكل منظم وبيعلي الريزلت وبيجيب ريزلت كويس. وانس بقى انا اشتغلت بقى او باي ذا واي يعني اشتغلت لكل اندستري لوحدها او اشتغلت بشكل عام. تمام. خلاص كده النقطه دي بتاعت الاوبورتونيتي دي مهمه جدا. فانتوا بالنسبه لكم فيها مشكله ولا مفهومه؟ لو حد عنده فيها مشكله يقول لي. تمام. سامعيني كده؟ طيب الصوت شغال ولا في حد عنده مشكله؟ لا تمام 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 الصوت كويس. تمام. طيب تحبوا ناخد بريك 5 دقايق او 10 دقايق ونرجع عشان اللي عنده حاجه او محتاج حاجه ايه؟ اوكي تمام خلاص. نرجع طيب وربع هنرجع ونكمل 10 وربع. اوكي تمام.